هاي، أول ظهور لللوتو كان بالصين القديمة من حوالي سنة 200 قبل المسيح، وكان يتم استخدام الأرباح الناتجة بعمليات العمار، ومن بينها مشروع سور الصين العظيم. رومانيين القدامى كانوا يبيعوا بطاقات باحتفالات ساتورناليا، والرابح كان يحصل على هدية تماماً مثل التومبولا. أما أوغسطس قيصر فكان يستخدم أرباح اللوتو لإصلاح المدينة من الأعطال. كلمة لوتو مشتقة من الجرمانية وبتعني حصة. كل أمريكي عنده حظوظ أكبر إنه يصير رئيس للولايات المتحدة من إنه يربح اللوتو، وهن بيصرفوا مصاري على اللوتو أكثر من ما بيصرفوا على الموسيقى، الكتب، الأفلام، الرياضة وألعاب الفيديو مجموعين. مين قال إنه بالسويد في سبيد كاميرا لوتري، وهو رادار إلكتروني بيختار السائقين يلي عم بيسوقوا على السرعة المسموحة وبيعطيهم مصاري من ضبوطة السرعة؟ أنا قال. نشوفكم بكرة.